وعليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم كويزين لابيرل راح تقدم لكم وصفة الخفاف اللي هي يقولوا لها السفنج. كاين مناطق يقولوا لها السفنج، كاين مناطق يقولوا لها الخفاف. المقادير عندكم: بهارات فارينة، بهارات فارينة، بهارات فارينة، وزوج عبارات ماء. زوج عبارات تاع الماء. ما دافي لازم يكون، باسكو الخفاف يحب الما دافي. فوالا، عندكم مغرفة ملح، شي معمرة مليح، وعندكم الفيغ دو بولونجي، خميرة الخبز، وعندكم لوفيغ شيميك، وعندكم لاستيس تاعي باش ما يشرب لكمش الزيت الخفاف. لازم لكم حبة ولاد الدجاج، باسكو الحبة تاع ولاد الدجاج ما تخليش الخفاف يشرب الزيت كي تقلوه. هذه سي مون استوس. دوك نخلطوهم وبعد حين نوريلكم. بعد ما خمرنا الخفاف تاعنا، شوفوا حنحله لكم باش تشوفوا كيفاش خمر قبل بابي فيلم. شوف فوالا، نشمحو يدنا بالماء هكا ونعاودو نحطوه. شوفوا بلي دوكا نجمو نشدوها، من قبل كان يبان لكم جاري، هو موش جاري، تقدري تشديه بيدك ها وترفديه. شوفي ها، شوفي القوام، شوفي القوام، شدو بيدي نورمال. ها تقدري تفوره ديري، ها شدي نورمال بيدك. شنو شمخي بالزيت، المبتدئات يشمخوا بالزيت واللي يعرفوا يشمخوا بالماء. اذا نعاودو نحطو على بالكم عليه، ندخلو له الهواء، نعاودو نخبطوه شويه، هاو يدير في الفقاعات ها، اذا يخرج لكم ناجح يزيد يخمر لا دوزيام فوا، ونبداو نقرصوه ونطيبوه فيه في المقله بعد حين. بعد ما خمرت لنا العجينه تاعنا ودارت فقاعات، الحين نقلو الخفاف تاعنا. ها انا راح نحلو بالماء، للمبتدئات حلو بالزيت باش ما يترطقش عليكم الزيت. ها شوفوا حلوها هكذا، ها تشد في اليد، من قبل كانت تبان لكم جاريه، هي دوك ماهيش جاريه، تشد في اليد. ها شوفوا خلوها تطلع شويه تخمر داخل الزيت، وبعد ترشوها حتى تدي لكم الفقاعات باش معناتها نجحت لكم العجينة. شوفوا الفقاعات معناتها تخرج الداخل فارغة، ودوكا تبداو ترمولها، ترمولها الزيت. شوفوا الفقاعات لي يخرجو لكم، كي تكون هكذا معناتها العجينة تاعكم راهي ناجحة. تبعوني خطوة بخطوة تخرج لكم الخفافة تاعكم. الله الله هكذا كيما كنتو تشوفوا، وانا راني نقليها داخل كاسرونة غامقة باش ما تبرشوش لا بلاك شوفون تاعكم ولا كويزينيير توسخوا كاع الدنيا بالزيت. ها هاي كيفاش
نقصوا شويه للنار، ما تقلوش بزاف باش يطيب لكم الداخل. ودورها هكذا هاي كيف خرجت لكم. الله الله هاو طاب الخفاف تاعنا، جا خفيف فارغ، شوف فارغ من الداخل. وجربوه وردوا لي في التعاليق، يجي فارغ الداخل. وبصحتكم وإلى الملتقى.